أكلمكم عن الكنيسة الأولى كسؤال كده فكرت فيه في 20 دقيقة. يعني لماذا نجحت الكنيسة الأولى في الكرازة؟ بصوا للنص ده من أكتر النصوص اللي قتلناها بحثا لكن لسه مش عارفين نعيشها. كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات، وصار خوف في كل نفس، وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل، وجميع الذين آمنوا كانوا معا، وكان عندهم كل شيء مشترك، والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لواحد احتياج، وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحد، وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب مسبحين الله، ولهم نعمة لدى جميع الشعب، وكان الرب كل يوم يضم للكنيسة الذين يخلصون. تعالوا نفكر الأول، هي إيه اللي يعطل الكرازة زمان؟ أول معطل للكرازة زمان ضعف الإمكانيات. كانوا أولى مننا يقولوا الكرازة صعب. النهاردة احنا عندنا طيارات وعندنا موبايلات وفاكسات وإنترنت، إذا كنا احنا متقاعسين الحياة كانوا هم لازم ما يفكروش في الكرازة خالص. مين يقدر يسافر والسفر كله خطورة زمان وبأي إمكانيات؟ المسيح ما سابش فلوس ولا حسابات في البنك ولا شوية بيزنس مان ولا أي حاجة. فكانت معطل لو هم هيفكروا أن الكرازة مستحيلة من غير إمكانيات. معطل تاني أن هم تحت ضغط فظيع، اضطهاد يوناني واضطهاد روماني واضطهاد يهودي، فكانوا يقولوا احنا هنفكر في غيرنا، ما تخلينا على الأقل نشوف اللي احنا فيه ده، احنا على آخرنا. صعوبة الانتقالات، ما كانش فيه طبعا طرق حتى ولا عربيات. الثقافات والخلفيات كانت شاسعة. النهاردة في بعض اللغات العالمية زي الإنجليش، لكن زمان لا الثقافات مختلفة تماما. فانت هتنقل من بلد لبلد محدش هيبص لك ولا يعرفك ولا تعرف تتكلم معاه جملة. إذا كانت الكنيسة الأولى أولى بأنها تقول لا الكرازة دي مش بتاعتنا، خلينا على قد شعبنا وعلى قد أولادنا، انما ما عملوش كده. أول صفة تميز الكنيسة الأولى في رأيي خلتها كنيسة كارزة أنها كنيسة متماسكة. يعني لو أنتوا بتذكروا معايا الواجب بتاع مناخ الحب في سفر الأعمال هتلاحظوا تكرار كلمة نفس واحدة في الإصحاحات الأولى. نفس واحدة يعني الكنيسة كلها تشتغل مع بعض، بيحبوا بعض، متماسكين، عيلة دايبة في بعض، محدش بيحاول يظهر، محدش بيحاول يدوس على التاني، تركيز جامد قوي على الهدف ان احنا نوصل للسماء وناخد الناس السماء. كمان الاجتماع الليتورجي المنتظم، الكنيسة اللي فيها قداس منتظم، كل الناس بتتناول بانتظام، كل حد وبيشتركوا مع بعض في اللقمة وفي الفلوس وفي مشاكلهم، دي كنيسة متماسكة قادرة انها تكرز. لكن كنيسة فيها غني وفيها فقير وفي واحد بيتريق على الثاني لا يمكن تبقى كنيسة كارزة. كمان في حوار وتفاهم، من أول أعمال واحد تلاحظوا أن في نوع من التفاهم، الناس بتسمع بعض وبتحترم رأي بعض وما فيش رأي مرفوض كده وخلاص، بطرس بيقول إيه رأيكم، التلاميذ بيسمعوه، دنيا جميلة وفي محبة حقيقية. تاني علامة تميز الكنيسة الأولى، أنا بحاول أتخيل ليه الكنيسة دي انطلقت، ليه في 100 سنة غيروا العالم؟ طب احنا بالأولى كنا النهاردة نعمل كده ومعانا إمكانيات أضعاف أضعاف اللي عندهم وظروفنا أفضل كتير، لكن احنا مش عارفين نعمل اللي عمله. كنيسة مليانة بالروح، الناس مش مشغولة باللبس والأكل والحفلات والكلام الفارغ، الناس مش بتاخد على الموضة والتنطيط، الناس مش قاعدة قدام الفيسبوك تتبادل النكات يعني وكلام، لا الناس مشغولة بروحيات، ناس بيصلوا بجد والصلاة هي حياتهم، لما بيقروا الإنجيل الإنجيل بيخبط فيهم، فالروح القدس مليهم. كنيسة سخنة، ولأنها كنيسة سخنة طبيعي لازم تطلع لبر، النار اللي نزلت يوم 50 استمرت في قلبهم ما اتطفتش، فبقى كل واحد ياخد النار دي ويولع فيها بلد. يقول لهم نعمة لدى جميع الشعب، لأن النعمة دي جاية بالروح، وكان الرب يضم كل يوم الذين يخلصون. بطرس ويوحنا مواظبين على صلوات الأجبية، قديسين كبار مواظبين على السواعي على المزامير،
يبقى واضح انها كنيسة مركزة جدا في الامتلاء بالروح، عارفة ان القصة مش وعظات تتحضر ولا فيديوهات تتعمل ولا ميشنز تطلع ولا طيارات تتركب ولا ابروتشز، الموضوع اكتر منه روحانية، الناس مليانة بالروح والروح القدس بقى بيفتح ويشتغل لوحده. ثالث نقطة، كنيسة مهدفة. الكنيسة الأولى كلها عايشة عشان هدف واحد، تفرح المسيح بالناس. كل الناس عايشة، الخميرة الأولى 3000 ولا 5000 مركزين في هدف واحد بس، مش في الشغل، مش يجيبوا فلوس، مش يتجوزوا ويجيبوا عيال، كلهم مشغولين عاوزين الناس تعرف ربنا، واحنا نعمل اللي ربنا عاوزه مننا، مفيش هدف تاني. الهدف الملح على الدماغ ده خلى الكنيسة بتجري على طول، بتقش ألفات كل يوم، لكن احنا عندنا 100 حاجة في دماغنا غير ان المسيح يعني يتعرف من الناس، موضوع مش شغلنا كتير. احنا بنتعامل مع الناس كأنهم غرب، يا رب نتفادى شرهم، نخلص منهم، نوزعهم، نتريق عليهم. طبعا مش ممكن تبقى كنيسة كارثة وانت باصص للناس البصة دي، لكن لو باصص للناس دول كلهم المسيح اشتراهم وبيدعوهم من خلالك، موضوع مختلف تماما. لما قال لهم تكونون لي شهودا، خلاص هم عاشوا الحلم ده ان هم عايشين فقط شهود. تسأل اي واحد عايش ليه؟ عايش عشان اشهد لربنا. وصية ربنا كانت واضحة، ان يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا، الوصية دي بتحركهم طول الوقت. اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بالانجيل للخليقة كلها، اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم. نقطة كمان، الكنيسة الأولى كانت كنيسة متحدة أو واحدة، ودي اللي لسه بنقولها لغاية دلوقتي، واحدة وحيدة مقدسة جمع. الوحدانية ما كانتش تمثيلية فارغة، ما كانتش شكل براني، لا لا، كانت وحدة حقيقية، كانت الناس بتدوب في بعض بجد، ما كنتش تحس ان في مركزية ابدا، ما فيش واحد بيتخانق عشان يبان، لا لا، موضوع بالنسبة لهم حب بجد. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي لو لكم حب بعضكم نحو بعض. مفيش أدنى مشكلة لو الخدمة دي أنت بتعرف فيها نقدمك ونرجع لورا أشوف خدمة تاني، مفيش مشكلة، إحنا في الآخر عاوزين نجيب جون، إحنا كفريق عاوزين نكسب الشيطان. فالموضوع بالنسبة لنا محدش بيدور على مكانته وقيمته ومركزه، محدش بيحقق نفسه جوه الخدمة، القضية مش كده. هي كنيسة متحدة لأنها مبنية على حب حقيقي. وصية قديمة هي وصية جديدة، حبوا بعض. النهاردة أنا بزعم أن الكنيسة ضعيفة كرازيا لأنها ضعيفة على مستوى الحب، الناس مش بتحبوا بعض كفاية، الخدام مش بيحبوا بعض كفاية، مش بيستحملوا بعض كفاية، مش بيقبلوا بعض، بيعيبوا في بعض، بيتكلموا على بعض، بيقفوا عند مشاكل بعض، بيشوفوا الاختلاف مش بيشوفوا الائتلاف، الاختلاف بيقف في زورهم كده مش بعارفين يبلعوا. lack of love طبعا، ضعف حب. نكرز ازاي؟ هنكرز ازاي واحنا مش عارفين نخاف على بعض ونكبر بعض ونشجع بعض؟ لكن الكنيسة الاولى حبوا بعض بجد، تحسش ان في واحد بيدور على كرامته ابدا، كلهم بيخافوا. لما بطرس اتسجن الكنيسة كلها بتصرخ عشان يطلع من السجن، ولما بولس كان مزنوق في موضوع التهوت بطرس وقف يدافع عنه وقال انا علمت عمدت كرنيليوس، ما تجوش على بولس، انا عمدت قبل منه امم، اذا كان غلطان حسبوني انا. فهنا حب حقيقي بينهم وبين بعضهم. الكنيسة المتحدة كانت كمان متحدة بأسس او طقوس او قوانين او قواعد مسلمة. يقول مثلا كانوا يكتزون في المدن، كانوا يسلمونهم القضايا التي حكم بها الرسل والمشايخ اللي في أورشليم ليحفظوها. اذا واضح ان ما كانش كل كنيسة ماشية بدماغ، كان في قواعد تسليم تقليد رسولي بيتنقل من كنيسة لكنيسة، وكل الناس عارفة اللي بيقولوا الرسل ايه وهنعمله في كل البلاد، محدش بيفتكس روحانية او شكل على مزاجه. كمان الكنيسة حية. حية بمعنى ايه؟ في كنائس كتيرة ميتة، في خدمات ميتة،
ميتة أو حية، الفرق هنا إيه؟ الحيوية. الحيوية مرتبطة بأنك شايف decisions حقيقية بياخدوها الناس مرتبطة بوصية ربنا. لما واحد غني طلع كل فلوسه يحطها تحت الكنيسة يقول لهم أنا هعيش زي الفقراء، دي كنيسة حية. أم بنطونيوس لما عمل حركة الألف فدان بتوعه وقال أنا عاوز أعيش زي الغلبان، وصية المسيح بتقول كده، دي كنيسة حية. كنيسة حية لأن في قرارات حيوية بتتاخد من شعب الكنيسة. واحد بيروح يصالح عدوه ويصلي له ويخدمه مع أنه عدوه وتعبه، كنيسة حية لأن الوصية مش ميتة. بس احنا ساعات نبقى كنيسة ميتة، الوصايا نظري، أنا ما بحبش عدوه ده، ما بحبش أخوي، لا الفلوس غالية علينا طبعا، احنا نتخانق ونخسر بعض على الحق، يبقى احنا كنيسة مش حية. فهنا تلاحظوا أنه كل الأعضاء متفاعلين، لما حصلت أزمة اتفاعلوا معاها، ما تفرجوش على الأرامل ياكلوا في بعض، جابوا شمامسة واختاروهم قديسين وابتدوا يتعاملوا مع الأزمة ويحلوها لأنها كنيسة متفاعلة. حتى اللي بيطلعوا وسط الضيقات والمشاكل، الذين تشتتوا كانوا عايشين حياة روحية، فكانوا أكتف، يقول إيه؟ قالوا مبشرين بالكلمة. يبقى مش قعدوا يتحصروا، ادي المسيحية واللي عملته فينا، خسرونا بيوتنا وطلعونا بهدومنا لا لا، ده طلعوا مشغولين بنفس الهدف. كل ما حدش بيقول لهم روحوا بشروا، ما حدش بيعمل اجتماع كرازة، ما حدش بيحط استراتيجيك بلان، بس يا ريتها تتحط. لكن هي في الاخر هي كنيسة حية، الناس بيحبوا ربنا بجد وبيحبوا بعض بجد، وعاوزين الناس كلها تعرف ربنا. الست الغلبانة اللي اسمها طبيصة دي ست حية، يعني ايه؟ خادمة بتحب الفقراء. لما ماتت كان في مناحة، وبعدين بطرس راح يعزي فيها قامت من الموت، كنيسة حية. هي نفسها ست عظيمة خادمة بسيطة، دي مش مبشرة، دي واحدة بتاعت اخوة رب، بس عاشت حياتها للفقراء. اذا وصية المسيح حية فيها، والناس حبوها وافتقدوها، وربنا عمل المعجزة على يد بطرس ورجعها تاني. لما يتقال مثلا شاول اتلم على برنابا واجتمعوا في الكنيسة سنة وعلم جمعا غفيرا، بصوا بقى اجتماعات مصحصحة، اتنين عملوا في انطاكيا شغل غيروا شكل البلد في سنة، لانها كنيسة حية، اجتماع مصحصح وجمهور ضخم جاي وناس كتيرة بتتعمد، وابتدى الاسم يتغير من كلمة تلميذ الى كلمة مسيح. كل ده ريكورد بيحصل، ولا بطرس شاول واخد باله كرامة، ولا برنابا بيقول شفتوا بصوا انا عملت ايه. الموضوع مش كده، هي ببساطة كنيسة مصحصح. اذا احبائي احنا عاوزين نراجع، احنا ليه كنيستنا ضعيفة او مش كارزة او واضح ان احنا ناقصنا حب، ناقصنا حياة، ناقصنا صدق، ناقصنا روحانية، ناقصنا النقطة اللي ابتدينا بيها الكلام، ناقصنا فيسفولنس. احنا مش امناء في رأيي يعني، وانا معاكم على فكرة، احنا مش امناء في صلواتنا، مش امناء في كلامنا، مش امناء في محبتنا لبعض، مش امناء ككارزين، احنا عاوزين ناخد اللقب بس، لكن يعني مش قده خالص، موضوع اكبر مننا. احنا لازم اللي ياخد اللقب ده او يعني يدعي انه تبع الفئة دي يكون ما عندوش حاجة في دنيته شغلة غير كده، مستعد يموت عشان الناس تعرف ربنا. فأول بقى ما يزعل من أخوه عشان حاجات الصغيرة اللي بنسمعها كل يوم دي، ده معناه أنه بعيد قوي عن المفروض يحصل. نفسي وإحنا بنقرأ سفر الأعمال، ده الواجب بتاعنا الشهر ده، بندور على مناخ الحب، لكن ضمنيا وإنتوا بتقروا سفر الأعمال الواحد بيخجل. كنيسة بلا إمكانيات، بلا فلوس، بلا علم، لكن كنيسة نار بتجري جري في العالم، بتغير شكل التاريخ. واحنا دلوقتي فينا علم وفينا ثقافة وفي فلوس وفي قاعات وفي تكييف وفي مي وفي حاجات كتير قوي، بس مفيش نار، النار مش موجودة، وبالتالي الحكاية بقت ضعيفة قوي. ربنا يدينا حيوية الكنيسة الأولى، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.